من ورا المرور وغير محاربينه، ابو التاكسي محاربنا، ابو الكيا محاربنا. بس انت تقول انه اليوم اني اذا ما امشي براوني حاسبوني. اي اذا امشي نظامي ما حد يجيني، ما حد يقرب علي. اي بس اذا يصير ازدحام ما اطلع. يحاربون اهل الكيات، اهل التكاسي، يقولون انت قطعت رزقنا. زين ليش قطعت رزقنا؟ هو الرزق على الله. ليش قطعت رزق؟ هاي بعد هم هيك قناعتهم؟ قناعتهم هيك. هم هيك. شو تسوي لهم؟ الله يرزقهم. ما الله يديك، تسلم. حياك الله. ما الله يديك، تسلم حبيبي. شلونك؟ شلون الاخبار؟ تعال خلنا نسولف وياك، شلون الصحة؟ شلون الوضع؟ والله الحمد لله ماشي. تشتغل؟ والله اشتغل دارة فندق. دارة؟ فندق هنا بالكاظمية؟ اي بالكاظمية. شلون الوضع؟ والله الحمد لله ماشي الحال. شغلك شلون؟ نعمة الحمد لله. من وين انت؟ من الكاظمية لو محافظة؟ لا من بغداد. انت من بغداد؟ اي. ودائما انت يعني يومية تروح وترجع للفندق لو تبارك؟ ايه لا اروح وارجع. شلونها حاليا الزيارة، وضع الزيارة؟ والله نعمة الحمد لله. الله يجعلك. الله يسلمك. الله يخليك. شكرا لك. وردة استاذنا هنا. حياك الله. مشاهدينا الكرام، احنا بعدنا مستمرين وياكم ببرنامجنا، برنامج اصداء شارع. مثل ما تشوفون احنا اليوم حتى ننقل الواقع لكم بالشارع العراقي، وهاي امامكم. احنا اليوم نشوفون الزوار والناس اللي قاعد تطبخ وثواب لآل البيت، لكن الحمد لله وشكر الامن مستقر والخطه الامنيه مستقره بجهود وزاره الداخليه. وهاي امامكم تشوفون انه اليوم الناس تجي حتى تزور الامام موسى الكاظم عليه السلام. وهاي احنا اليوم بدنا ننقل لكم الواقع الموجود بالشارع العراقي، لكن الفضل من الله، الامان مستقر والوضع مستقر والخطة الأمنية مستقرة، وهذا كله بجهود وزارة الداخلية. حتى